هي الانفاق في داخل المملكه باسعار نفطيه متدنيه المملكه العربيه السعوديه كشفت وعلى لسان مليكها سلمان بن عبد العزيز عن موازنه العام المقبل التي وصفت بانها الاكبر في تاريخ مملكه ال سعود اذ بلغ مقدارها قرابه وواحد 261 مليار دولار امريكي مع عجز بمقدار 52 مليار دولار وللعام الخامس على التوالي مع انخفاض اسعار النفط العالميه وتكاليف الحرب الباهظه على اليمن. في تقنيه الاعتماد على النفط يصل إلى نسبة 50% لكن اللافت في هذه الموازنة وبرغم العز فيها هو تخصيص آل سعود ل 56 مليار دولار للنفقات العسكرية وهو ما يفسر السبب الحقيقي للعز في الموازنة كما وتأتي هذه التخصيصات العسكرية في ظل حالة التقشف الاقتصادي المفروض على المواطن السعودي الذي يعاني الأمرين في ظل حكم آل سعود من ترهيب وتكميم للأفواه وسوء في الأحوال المعيشية فال سعود لا يستخدمون عوائد النفط لتحسين الاوضاع الاقتصاديه للمواطنين بل يسخروها لقتل اليمنيين وتدمير بنى بلادهم المحطمه ولدعم الجماعات الارهابيه في العالم واما المستفيد الاول من هذه الموازنه فهي الشركات الغربيه المصنعه للاسلحه وخاصه الامريكيه منها التي تعيش عصرها الذهبي في عهد حماقات ال سعود وهمجيتهم وحروبهم العبثيه التي حولت السعوديه الى واحده من ثلاثه دول الاكثر انفاقا عسكريا بعد الولايات المتحده والصين